رمضان كريم. لما نحكي عن ثلج أكيد دائما بخطر على بالنا المنظر الأبيض الناصع والمنظر الحلو اللي دائما الكل بيستنى. بحلقة اليوم بدي أحكي عن حدث جوي غريب أثر على بلاد الشام والأردن في العام 98 وقتها تساقطت الثلوج، لكن كان هاي الثلوج لونها باللون الأصفر. وقبل ما أحكي موضوع أو شو قصة الثلوج الصفراء، بدي أحكي معلومة مهمة، إنه في هذا اليوم اللي هو كان يوم 18/3 من العام 1998 تأثرت بلاد الشام والأردن بأعمق منخفض جوي في تاريخ السجلات المناخية. وصل الضغط الجوي بهذا المنخفض الجوي فقط 985 ملي بار. ولو بدنا نرجع لقصة هذا المنخفض الجوي بنرجع بنشوف إنه ب16/3 تأثرت أو تشكل منخفض جوي عميق حول جزيرة قبرق زي ما حكينا هو الأعمق بالتاريخ. هذا الأمر سبب في البداية ارتفاع حاد وكبير على درجات الحرارة في عمان والقدس ومعظم مناطق بلاد الشام، وصلت الحرارة حينها تقريبا إلى 27 أو 28 درجة مئوية. وبنفس الوقت رافق هذا المنخفض الجوي العميق هبوب لرياح قوي جدا وعاتية تجاوزت هباتها 100 كيلومتر بالساعة، عملت على تشكل عواصف رملية في أجزاء واسعة من مصر والأردن وفلسطين وأيضا سوريا ولبنان، وحدوث تدني لافت في مدى الرؤية الأفقية. كل هذا الأمر أكيد بالنسبة طبيعي ومعتاد في منطقة بلاد الشام، حرارة 27، عواصف رملية، رياح قوية. لكن الأمر الغير طبيعي أنه عمق هذا المنخفض الجوي أدى إلى سحب كتلة هوائية شديدة البرودة وقطبية المنشأ نحو بلاد الشام، وبالتالي أدت إلى تشكل عاصفة ثلجية فقط بعد 24 ساعة من وصول درجة الحرارة إلى 27 درجة مئوية في عمان والقدس. وبالتالي يوم 18/3 من العام 1998 تفاجأ الناس بهبوب عاصفة ثلجية فقط مباشرة بعد وصول الحرارة إلى درجات مرتفعة وأجواء شبه صيفية، هبت عاصفة ثلجية وأدى إلى تساقط الثلوج، ومع أنه كان في غبرة قبل الثلج كان لون الثلوج باللون الأصفر. نعطي إحصائيات سريعة عن هاي العاصفة الثلجية، أدت إلى تراكم 10 سنتيمترات من الثلج في المناطق اللي بتزيد عن 800 متر سواء بالأردن أو فلسطين، وأدت إلى تراكم ما يقارب 25 سنتيمتر من الثلج في المناطق اللي بتزيد عن 1000 متر خاصة في العاصمة عمان والمناطق الشمالية من الأردن. وتسببت هاي العاصفة الثلجية بتعطيل الحياة وأيضا عمل المؤسسات الرسمية في الأردن وبعض الدول المجاورة. إذا كان عندكم ذكريات لهاي العاصفة ومتذكرين شو اللي صار يوم 18/3 من العام 98، ما تنسوا تشاركونا إياها في التعليقات وتحكونا شو اللي شفتوه وقتها وشو الأحوال الجوية اللي عشتوها في هذا اليوم. سلام.